جده كان وقع نادي الزمالك. بص، هو كان في الاتحاد الفتره دي، كان قاعد معايا ايهاب المحص، كان بيلعب في طلائع الجيش، وكان معايا عمرو بسيوني كان ساعتها بيلعب في الترسانه، وكنا قاعدين في بيت واحد. فالمهم جده كان علاقته كويسه جدا بقى بمحص، يعني اصحاب قوي، وبلديات من بلد واحده تقريبا. جده كلمه، كان ساعتها معسكر المنتخب 2010، اللي هو ده اللي فعل الفتره اللي احمد حسام ميدو خرج من المعسكر وجده دخل وضم جده. فجده كان ساعتها معسكر مفتوح، فكان جده بيروح التمرين ويجي بات معانا يعني. فالفتره دي كان في كلام مع نادي الزمالك، شبه مليون في المية مضى في نادي الزمالك، والعقود تمام، وقعد مع كابتن حسام وكل حاجه خلصت. كواليس كده انا ما اعرفهاش بصراحه، الكواليس بقى ازاي تغير الواجهه بتاعتك وكده، فدي ما اعرفهاش. بس انا اللي اعرفه ان هو كان ماضي في نادي الزمالك، والعقود كانت موجوده في النادي وكل حاجه تمام. طب جده كان شعوره ايه بعد ما احمد حسام ميدو خرج معسكر وهو اللي انضم المنتخب؟ هو كان شايف ان هو ممكن، هو ما كانش مصدق. لا طبعا، انت بتطلع نجم كبير، وخاصه لما يكون اول فتره ليك في المنتخب، يعني هي بعيده عن ميدو طبعا. انت كلاعب عامه يعني، لما تنضم المنتخب اول معسكر ليك بتبقى حاجه كبيره جدا يعني، ما شاء الله يعني. ورغم ان هو من اللعيبه الكبيره جدا يعني جده كان لعيب كوره، لا من اللعيبه اللي ما خدش حقها برضه في مصر يعني، لعيب ما خدش حقه، ما خدش حقه طبعا. لعيب جاي هداف افريقيا، بعد كده راح الدوري، راح هال سيتي كسر الدنيا هناك، بعد كده رجع الاهلي، يعني كان ممكن يقعد سنين كتير في الاهلي. جده من اللعيبه الكبيره جدا. انا بقول لك على عشره عمر بقى. نفسك يلعب في الزمالك؟ طبعا. ما انا بقول لك حبيب، صاحبي يعني وحبيبي. هو لو كان لعب في الزمالك كان ممكن يتندم اكتر من كده؟ كان ممكن يتندم اكتر من كده، لان ساعتها احنا الاهلي كان فيه لعيبه كبيره، فهو ممكن تكون فرصته يعني فرصته في اللعب عندنا كانت اكتر بكتير، لان كان ساعتها بركات بيلعب تقريبا مكان جده. هو فرصته في اللعب كتيره، بس في نفس الوقت كان ازمه ماديه في نادي الزمالك. ما هي دي بقى المشكله اللي انا بقول لك عليها، ان انت كل ما تقعد مع لعيب كبير ونجم ما انتش عارف تجيبه بسبب الازمه الماديه.